ازيك يا فيرو؟ ازيك انت يا فنو؟ عامل ايه؟ وانت يا روشي عامله ايه؟ ازيك يا فنو؟ وحشني خالص انت وفيرو. انت اكتر يا روشي. ايه رايك في القطط اللي انا عاملاها دي يا روشي؟ شكلكم جميل قوي قوي النهارده بجد. مين اللي عامل لكم الحاجات الجميله دي؟ المستيت هم اللي عملوا لنا القطط الجميله اللي في الشنة دي. ماسك الله، شكلكم امور قوي النهارده بالقطط اللي انتوا عاملينها دي. تعرفين ان انا بحب القطط قوي. وانا انا عندي قطتين. وانا كمان عندي قطتين. ايه ده بجد؟ وانا كمان عندي قطتين. ايه ده، تيجي نشوف كلنا عندنا كم قطه. اتنين وكمان اتنين، يبقى ست قطط. ست قطط. تعرف يا فرنو ان دي كلمتنا النهارده؟ ست قطط. تعلمينا ست قطط؟ اه، مش قطة واحدة، دول ست قطط. وده الحرف بتاعنا الجميل النهاردة، اسمه سو. اسمه ايه يا اصحابي؟ سو. برافو عليكوا. سو. يلا يا اصحابي قولوا معايا سو. 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 الحرف الجميل بتاعنا ده بيتكتب او بيستخدم في الابتي برقم ستة، يعني لما بيتكتب في الكلمة معناه ستة. احنا النهاردة هناخد ست قطط. يلا نشوف ست قطط يعني ايه بالقطي. يلا بينا يا صحابي، احنا عاملين لكم مفاجاه. جبنا لكم ست قطط بتاعتي انا وروشي وفيرو. ايه رايكم فيهم؟ حلوين. يلا بينا بقى نتعلم الحرف بتاعنا. ست قطط يا صحابي يعني ايه؟ سو ان شوف. ست قطط يعني سو ان شوف. بصوا بقى، ده سو بيكتب ازاي؟ بعمل كده وعارفين كأني هكتب أربعة بس كده، وأعمل فوقيها شرطة. دي معناها يا صحابي ستة. دي كده ستة. بعد كده احنا قلنا ست قطط، نكتب بقى القطة انشاف. قولوا ورايا بقى، سو انشاف. سو انشاف. سو انشاف. سو انشاف. سو انشاف. سو انشاف. برافو عليكم. يلا اخر مرة مع بعض، ست قطط يعني سو ان شوف. باي باي.